واسيبها تروح. انزل انت بس، طلع المفتاح وتعالى بسرعه، الراجل تحت البيت اهو، ما تبقاش نخمه كده طول عمرك. انا عايز حين عليا اخش اجيبها. لا ما تبينلهاش حاجه، احنا هنكشفوها وهنفضحوها. والد ابني غيب ليه كده؟ انا خايفه تطلع من الحمام قبل ما يجي. ايه يا وليد، انا جيت غيبت اهو، ليه كده يا انا ابني؟ طلعت على المفتاح اهو. طلعت عليه؟ طلعت عليه. بقيت خايفه احسن تطلع من الحمام قبل ما تيجي، ولا تحسسها بحاجه، ولا تحسسها انك عرفت حاجه، ولا انا هحسسها بحاجه. خليها نازله طالعه كده اهو لحد ما نكشفوها ونفضحوها وناخده ابننا. احسن لو حست ممكن تطفش ولا تروح في حته وتاخد الولا معاها وتحرق قلبك يا ابني على ضناك. أنا انت السبب في ده كله يا وليد، انت اللي بتطاطي كل يوم نازله، وكل يوم معلقه شنطتها ومعلقه الولا في دراعها ونازله. بتروح فين؟ ده انت لو شفت الكلام اللي انا شفته، ده انا هاين عليا اخش اكل مصارينها جوه. أنا اللي نازل تحت. رايح فين يا ابني؟ روح في أي مصيبة، أنا لو قعدت هنا أنا ممكن أقتلها، أنا ممكن أخلص يا منها. لهوي، أنا خليك خلاص راجل. خلاص. لا انت هتخليك راجل. سيبيني في السمين، سيبيني، اسمعني أنا لازم أنزل تحت. نازل، نازل تحت، يا ابني، أنا نازل. منك لله يا إمام، منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا خاينة. والله لا احرق قلبك على الولد. هي اتأخرت ليه كده النهارده؟ ايه يا حبيبتي اتأخرت قلبي ليه كده؟ بس المهم حد شافك من لا فين؟ لا ما تخافش، اكيد يعني واخده بالي. انت عامله ايه؟ الحمد لله والله. انت وحشتني قوي والله. قلبي، انت كمان يا روحي والله. ايه ده؟ انت بتسأليني انا؟ مش هو ده مستني حد؟ صدقني خبيب. ايوه ايه يا وليد، عامل ايه؟ ايه الاخبار، عامل ايه؟ كله تمام؟ انا تمام اهو. حبيبي يا وليد، بقول لك انا عايز اتكلم معاك شويه. اتكلم معايا. عايز اقعد معاك شويه كده، مش مخنوق. ايه يا عم انت فيه؟ عندك حد هنا ولا ايه؟ لا ما فيش، ده صوت بس، هتلاقي صوت الراديو ولا التلفزيون جوه ولا تليفون. انت ايه دماغك بايظه ولا ايه؟ بقول لك ايه صوت عيل صغير يا ابني. يا عم، عيل ايه انت؟ مالك مش مركز ولا ايه؟ في ايه؟ بقول لك ايه، طب هنقعد طب شوية. طيب انا عايزك. لا، البيت متكعبل كده ومكركب، تعال ننزل نقعد تحت مع بعضنا شوية. تعال تعال لا طب خلاص خليك طيب. يا عم، تعال هننزل معاه. لا 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 خليك طيب، انت خليك. يا عم انت زعلت ليه كده؟ حاب اكلمك انا في التليفون. طب بطمنا، طيب انت ماشي؟ كويس يعني؟ انا كويسة. طيب ماشي يا وليد، ماشي. يا لهوي يا لهوي، ايه اللي جاب وليد هنا؟ ده كده ما راحش الشغل من غير الصبح، من خايف يكون سامع صوت الولا. طب يا ايه لهوي، طيب اللي هيحصل؟ هو هروح في 60 داهية لو كان سامع الولا. طب هتنزلي على طول هو نزل؟ لا لا، طب اعمل ايه دلوقتي وانا مش عارفه؟ يا لهوي، انا لو نزلت ممكن يشوفني، ممكن يكون على باب العماره. طب استنى استنى، انا خايفه يكون على باب ما العماره. تخافيش ما تخافيش. لا استنى شويه استنى شويه استنى شويه، لا لا يا ست تتلغي بس. ده لو شافني هيتبهدل. ايه بقول لك، استنى شويه ناخر نفسنا نكون مشي. المصيبه اللي حصلت دي يا لهوي، اعمل ايه دلوقتي؟ انت قدرت. طب انا اللي هنعمل ايه لو عرف ان احنا بنعمل حاجه زي كده؟ ان شاء الله ما يكونش عارف. ان شاء الله. بقول لك ايه، انا هدخل استنى شويه لحد ما يكون هو مشي بعد. ها معقول الصوت اللي انا سمعته جوه ده صوت ابني؟ هو معقول اللي جوه ده تكون مراتي مع احمد؟ واحمد حتى واقف مرتبك كده ومش اول مره، ما يقوليش تعالى ادخل جوه. انا لازم اتاكد من الحوار ده، لازم اتاكد. ربنا يستر. بقى كده يا إيمان، بقى كده تعملي كده مع وليد؟ منك لله يا بعيدة. صباح الخير يا صباح النور يا ابني. رحت فين يا وليد؟ استنيتك لما زهقت يا ابني، تعبت والله، نمت وانا قاعدة.
مالك فيك ايه؟ رحت لأحمد صاحب امبارح بالليل، رحت له ليه يا ابني؟ اللي حصل فيه ايه؟ عنده ايه احمد؟ كنت رايح اتكلم معاه واقعد معاه شوية. انت عارف ان احمد صاحبي من سنين، اه وبعدين عنده حاجة ولا ايه؟ سمعت صوت ابني جوه عنده في الشقة. صوت ابنك ازاي يعني؟ يعني ايه سمحت صوت ابنك في الشقة؟ وانا بتكلم معاه على الباب لقيته مرتبك كده ومش عايز يدخلني، وسمعت صوت عيل صغير بسأله ده صوت مين ده، قال لي ده هتلاقي الراديو ولا تلاقي اي حاجة شغالة. يا وليد يا ابني شكل الموضوع ده عمل على دماغك. احمد ده صاحبك من سنين، يعني ايه صوت ابنك عنده؟ هيروح ابنك ايه يعمل ايه هناك؟ طب انا اعمل هي ايه كده؟ مراتك انا كانت فين امبارح بالليل؟ ما كانتش هنا، وانا جيت من بره لقيتك نايمة يعني ايه ما كانتش هنا؟ امال كانت فين؟ ما اعرفش انا ايه. يعني التوقيت اللي انت رحت فيه لاحمد كانت هي هنا ولا كانت هي بره؟ انا ما كنت بره من بدري وجيت ما لقيتهاش. يعني بتنزل من وراك كمان؟ هو هيكون اللي في دماغي صح، ويكون مفتاح الشقة ده هو مفتاح شقة أحمد. شكله كده شكله إيه؟ متأكد إن أنت سمعت صوت ابنك ولا أنت متهيألك؟ ما انا هتوه على صوت ابني يعني. انا ما بقتش عارف اتصرف ازاي، مش متأكد. هي فين هداية تاخدها؟ لسه نايمة؟ اه قوم انزل دلوقتي على طول، روح رن على أحمد قول له انا مستنيك في مكان، مثلا ودي لي فلوس وزعه كده اللي هو يستناك في اي مكان، المفتاح معاك طبعا، اه وروح جربه على باب شقته، لقيته بيفتح يبقى هو ده اللي مراتك بتدخلك معاه، ولو طلع صح تعالى لي بقى وانا اقول لك هنعمل ايه، ومعشان دي هتبقى صدمة تانية ليا. بس يا ابني ده احمد ابن ناس يا ابني، ازاي انا بقيت متشتتة منها للي مراتك؟ ناقصها ايه يا ابني؟ بس حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الولا ماشي متول ازاي؟ الولا ماشي مش حاسس، مش دريان بالدنيا ولا حاسس بنفسه، لا حول ولا قوة الا بالله. يا احمد علي ده عامل ايه يا احمد؟ الحمد لله صاحبي، انت اخبارك ايه؟ طمنا عليه. انا الحمد لله كويس. بقول لك يا احمد معلش، انا بس هستأذنك كده، كان اتفضل يا حبيبي ولا يهمك. بس في بس كده لو معاك فلوس، في خير حد يا صاحبي، في هتوصله، ايه؟ بس في حد هتوصله فلوس كده، عشان انا بره ومش هعرف اروح المكان اللي فيه الراجل ده. طيب مين وفين؟ طيب هبعت لك العنوان. بس ايه، بص على طول دلوقتي، ها، وبعد كده نتقابله بقى في الشغل. حاضر يا صاحبي، تحت امرك يا حبيبي. ماشي 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 يا احمد، ماشي يلا. تسلم. اول ما تنزل كلمني، عرفني انت نزلت. ها حاضر يا ليدو، حاضر يابا. ماشي يا احمد، يلا سلام يا يلا، صاحبي، سلام سلام. سلام. يا رب يا احمد يطلع اللي في دماغي غلط. خلاص انا هتجنن، مش قادر. هو ده المكان اللي مراتي بتخوني فيه مع احمد صاحبي؟ احمد صاحب عمري. ماشي ماشي، ايه يا وليد؟ طمني يا ابني، مالك يا ابني؟ فيك ايه اللي حصل؟
بتعيط ليه؟ انا مش قلت لك اجمد؟ انا مش عايزاه تشوف يا ابني دموعك دي. رد عليا، كلمني، ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ اوعى يكون اللي في دماغك طلع صح. انا رحت والمفتاح فتح على باب الشقه بتاعتها تحت. يا نهار اسود يا نهار اسود، يعني احمد صاحبك كمان، كمان صاحبك بيخونك؟ يعني مش مراتك بس، يعني مراتك بتخونك مع صاحبك يا ولد؟ من امتى وازاي؟ معرفش. ازاي صاحب عمرك يا ابني؟ ازاي اكل شارب نايم في بيتنا؟ اعمل ايه؟ صاحبك؟ اعمل ايه يما؟ هقول لك تعمل ايه. يمان النهارده لازم تتطلق وناخد ابننا يبقى في حضننا. انا عايز اشرب من دمها، سيبك من الكلام انا الهبل عايز ده، اكلها بسناني. سيبك من الكلام ده، ده خلاص انت هتودي نفسك في داهية عشان مين؟ عشان واحدة قذرة زي دي طب اعمل ايه؟ اللي مامت الشوارع؟ اعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه. انت تجيب لي اللي اسمه احمد ده هنا، ما تبالهاش حاجه وما تبالهوش هو كمان حاجه. هتقول له انا تعبان وتعالى اكشف عليا ضروري. اجيب البيت هنا؟ هاته هنا، لازم نواجههم ببعض عشان احرق قلبها على الولا. رن عليه يلا. بقى البت دي تلعب بينا وتعمل فينا كده؟ تعمل فينا كده ازاي؟ استنى. ايه يا احمد؟ ما انا عارف يا احمد. لا تعبان يا احمد، تعبان جامد. بص يا احمد، انا عايزك تيجي معلش من مشوارك عليا على البيت. هتاخدني بس توديني للدكتور وارجع تاني انت الشغل، وانا هبقى اتصل اعمل لك اذن ساعه ولا حاجه. يا احمد تعبان قوي يا احمد، متاخرش. سلام يا احمد. انت ولك مالك مهزوز على كده ليه؟ مالك يا ولا مهزوز كده ليه؟ خليك راجل كده، واصلب ظهرك كده واصلب طولك. خيانه يا امه، خيانه. الخيانه دي واحده خاينه وما تستاهلش انها تعيش في البيت ده تاني. بص ابنك هتاخده باقي على ايه؟ باقي على واحده قذره خاينه خلاص، ما بتصونش العيش والملح ولا المعروف. خلاص يا امه، خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت رجعت بدري يعني من الشغل؟ الحمد لله على السلامه يا منى. الله يسلمك يا حبيبتي. عامله ايه؟ انا تعبان وما رحتش الشغل اصلا. ايه الفساتين الحلوه، الفساتين الحمراء اللي كل يوم طالعه وده نازله بيها دي؟ يا جمالك يا اختي يا جمالك، والنبي يا اولاد مرات ابني جميله وحلوه ازاي، دلوعه. ايه رايك؟ امال ايه؟ الحمد لله على سلامتك برضه يا وليد. يعني انت مش كنت نازل المفروض رايح الشغل؟ تعبت ورجعت يعني ولا ايه؟ قدر ربنا بقى. لا مش عايزاه يقعد في البيت ولا ايه؟ لا ازاي، ده ينورني طبعا. انا قلت له يا ابني كده خد اجازه يقعد شهر كده ولا حاجه. كويس والله، انا مصدق يقعد معايا. ما انا عارف وليد بيوحشني. الواد ده يا اختي، امال يا اختي ابني اللي ما بشوفوش الا ذكرى كده في الرايحه وفي الجايه، اللي ما بتقولي لي خدي الولا شيليه شويه ولا العبي بيه شويه، نازله طالعه بيه من اوضه النوم لباب الشقه ومن باب الشقه لاوضه النوم. قال لي ليه كده يا ايمان؟ ما تجيبي يا اختي الواد كده، شوف شوف بيوحشني. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عارفه بقى انا بنزل اتهوى مع بسم الله ما شاء الله. قال لي يا اختي اصحابك دول ما لهمش جواز كده ولا اهل يسالوا الله عليهم؟ مش دي ما مصدعه. لا السلام عليكم. قوم يا ايمان اعمل لي حاجه اشربها. اعصابي سايبه مش قادر. قومي اعملي اعملي حاجه اشربها. طب ما تدخل ترتاح شويه. لا لا قاعد شويه. ما تسيبها يا ابني عشان لما احمد يجي تفتح الباب. اهو جه، قومي يا ايمان افتحي لاحمد الباب. ما تاخدش الولا، وصلوا بطولك وصلوا بظهرك. تعالى يا احمد يا غالي. احمد اخوك جه، احمد صاحبك. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ ازيك يا وليد؟ مالك في ايه؟ مفيش يا احمد، انا تعبان شويه بس كده. الف سلامة يا حبيبي، الف سلامة. طب قوم، طيب تعال نروح نشوفه عليك ولا حاجة. طب بس ارتاح يا وليد. طيب
طب انا بس لا انا انا من عيب يا احمد يا ابني، ما في صاحب زيك ابدا. ربنا يخليك يا امي، مستحيل حد في نظافتك وحلاوتك دخل عندنا زيك. الله يبارك لك ويسترها معاك. احمد معلش عشان انا بعد ما قفلت معاك لقيت رصيدي خلص، هرن بس على الدكتور اشوفه قبل ما نروح. لا يا بس خد يا حبيبي. احمد دلوقتي بقى انسان كويس ومحترم. طبعا بعد ما كانش بيجي معاها وما تدخلهوش هنا يا وليد، ده بني ادم صايع، ده بيشرب، ده كل يوم مع واحده شكل. الكلام ده بيني وبينك هي بس شكلها كانت واخده الفكره عنه وحش يعني. والله انت عارف بقى الواحد بيبقى فاهم الصحاب ساعات بياخد فكره عنهم مش كويس. مش قاعده على بعضك انت. من قاعده وفي ايه؟ تليفونك بيرن يا غندور. يا ترى مين؟ سلوى صاحبتك؟ صاحبتي. يا سبحان الله، مش وقته بقى، مش هينفع ارد عليه خالص دلوقتي. لا رد، افتح الخط يا بنت، افتح الخط. هو في ايه؟ مش هينفع، مش هينفع. افتح الخط، افتح يا بنت. انت يا بنت مش هينفع. افتحي على سلوى، افتحي افتحي على سلوى، افتحي. سلوى بترن عليكي. سلوى كنت فاكره ايه يا بنت؟ بترن عليكي. انت كنت فاكره ايه؟ انت ماما تفهموني، انا مش فاهمه حاجه. هاتي شنطتك، انا هقول لك في ايه. هاتي الشنطه. انت يا احمد خلي بالك، انت فاهم الموضوع غلط، ده هتلاقي العيال عندي في البيت ولا هتلاقي اي حد. هاتي المفتاح اللي معاك. مراتي رقمها على تليفونك. خبيتيه فين؟ وباسم حبيبتي. حبيبتي ايه يا عم انت في ايه مالك يا وليد؟ لا هو الرقم ايه ده يا صاحبي؟ ايه اسالوا عليه عشان المفتاح حد قوي في الشغل فاهم، فانا اتصلت عليه فعشان كده فاهم سالته عليك، فعشان كده الرقم عنده. هي الست والدتك كانت جايبه مفتاح شبه بتاع احمد؟ لا والدتك ايه يا كدابه، هو انت والدتك مش مسافره؟ مش ده مفتاح شقتك يا احمد؟ امك مش مسافره يا بنت؟ مش ده مفتاح شقتك؟ وبايع الشقه قبل ما تمشي يا كدابه. ثواني يا امي، مش ده مفتاح شقتك؟ مفتاحك ولا مش مفتاحك؟ المفتاح ده كان في شنطتك ولا لا؟ بص يا صاحبي، بص يا صاحبي، انا هقول لك الصراحه، انا عايز اسمع الصراحه. بص مراتك هي اللي كانت بترن عليا، ومراتك هي اللي كانت بتجيلي الشقه، وانت عارف ان انا راجل مش متجوز وكده. يا جبان يا واطي، انا اللي باجي لك، انا اللي باجي لك يا زباله. وانا اللي جيت لك ولا انت اللي جيت لي؟ انت في الارض تلف ورايا لحد ما وقعتني في شباكك يا زباله. مش انت اللي قعدت ترن عليا وتقولي لي انا عايز انجاب لك وعايز نشوفك؟ اني برضه يا قذر، انتوا الاثنين اوسخ من بعض، بعتوا بعض في لحظه. انا قلت لك الصراحه، مش عايز اسمع صوتك، مش عايز اسمع لك نفس. طب انا اقول لك ايه؟ طيب انا مش عايز اسمع، تبررش. انت ما انتش لاحق، انت حتى من قله اصلك. صحيح، ما انت قلت اصلك مع صاحب عمرك، قلت اصلك مع اصحاب البيت اللي انت كنت مع ماشي ملح. اسمعني يا وليد، اسمع ايه؟ اسمعني يا وليد، هي اللي عملت فيا كده، خلي بالك. عملت في مين؟ هي اللي عملت فيا كده. هي اللي عملت فيك يا احمد، هي اللي عملت فيك كده يا احمد، هي اللي عملت فيك كده، هي اللي عملت كده. ما توسخش ايدك. ليه ليه؟ بصلي، بصلي كده، بص في وش كده، بصلي. وانتي هات ورقه فاضيه. انتي انا هشرب من دمك. هات لي قلق. مضيها على تنازل، مضيها على وصلات امان. تنازل ليه؟ حرام عليك، نازلة على ابني. حرام عليا، حرام عليك يا ابني. لا حاجة حتلعبش. لا يا حمتي يا ابني، لا اتنازل عنه ازاي بس؟ حرام عليك يا كلب. ابني يا ماما، ابني الله يخليكي، اتنازل عنه. لا لا الا ابني، الله ابوس ايدك اوطي على رجلك ابوسها. الا ابني. طيب ابني، انت السبب، انت اللي وصلتني. اخرس يا حقير يا زباله، اخرس دلوقتي بقى زباله وحقير. انا كل يوم تطلع تتنططط عليا. صدقيني يا حاج، يا واطي يا قليل الاصل، صدقيني هي اللي عملت كده. يا سلامه يا نامه، يا واطي يا كذاب. ادخل مضيح. ده فضل ورايا 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 لحد ما وقعني في شباكه الكلب ده في الاخر. في ايه يا بنت؟ دي اخره ايه؟ ثواني يا امي، اخره اللي تخون جوزها. ثواني يا امي، هتمد صاحبك برضه؟ هتمضي لي على تنازل ولا لا؟
هيمض الغندور. هتمضيلي على تنازل؟ ابني بقى الله يخليك. هتمضيلي على تنازل؟ ثواني يا امي. ده الورق. ثواني. بتستأذنها؟ ثواني. هتمضي ولا مش هتمضي؟ هتتنازلي ولا مش هتنازلي؟ لو قلت لك مش هتنازل طيب؟ يعني انا ابني انا اللي هقتلك بايدي. اديها الورق، انت بتستأذنها؟ اديها الورق. عندك حق. طب طلعوني من الليله دي. انت ما ينفعش تتنازلي. هترجعوا. لانه هيبقى غصب عنك مش برضاكي. هتطلعي من هنا زي الكلبه. زي فرده الجزمه القديمه وما اشوفش وشك في شارع. وابنك ده مدى حياتك طول ما انا عايش وفيا نفس. عمرك ما هتلمحي ضفره ولا شعره منه. انت ناسي يا وليد ان حضنك. وكفايه ان التنازل بتاعك للكلب ده. اسمعني. كفايه انك اتنازلتي له. عن نفسك وعن عرضك وعن شرفك. وصدقتي. هي اللي عملت كل ده يا صاحبي. انت. مضيها هتطلع تعمل لك محضر وتبهدلك. لا. اسمع كلامي. اسمع مني. لا. مضيها. انا هعرف احمي ابني كويس من الاشكال دي. انت. مش عايز اعرفك تاني. صدقني يا صاحبي. انت تمشي. صدقني. تمشي ما اشوفش وشك كل تاني خالص. كل ده ما طلعش مني منها والله. ما طلعش منك. امشي. امشي. هات مضيها. مضيها. هتطلع هتبهدلك. هات الورق مضيها. هات لي الورق ده. يا امي. يا امي. انا مش هعيش في بيتي بورقة. دي. تطلعي دلوقتي من هنا. انا مش هوسخ ايدي ومدها عليك. مش هزفر نفسي في بني ادم زيك. تمشي وما اشوفش وشك وبالله عليكي. بره. بره. مش يا بت. يلا يا بت. انت طالق. بالهدوم اللي عليك. انت طالق. انت طالق. بره. طب اخد ابني طيب يا ولد. بره. قومي. هذه دبلة ابني ما تستاهليش انها تبقى في ايدك. اللاعب بتخونيه ولابسه دبلته. امشي يا زباله الشوارع يا الماما. بص يا امي اللي حصل حصل وابني معاك ربيه وانا ما تشد الامل لحد نهائي. ما ينفعش. عارف ده اخره ايه؟ اخره ان انت كنت ضعيف الشخصيه معاها. عاملاك ميداليه بتوديك وبتجيبك. ها؟ تنزل ما تقولكش هي رايحه فين؟ تطلع ما تقولكش هي كانت فين؟ كل يوم تقولك انا مع واحده صاحبتي. مين بيعمل كده؟ كل يوم يجي لها اكل جاهز من بره، ما هي لازم تعمل كده. بس ما تحرقيش دمي. ما تحرقيش دم اكتر من كده. دي جزات اللي يامن لحد ودي ثقه زياده عن اللزوم، لحد ما يستاهلهاش. وانا ده انا بتحمل نتيجه غلطي. انا غلطت وانا اتعلمت من الدرس. واتمنى اي حد في مكاني يتعلم الدرس. ربنا يصبرك.